بنبدأ تقليم في شهر واحد، وبعد التقليم بنربط عملية التربيط، وبنبدأ في شهر اتنين في رش كاسرات السكون اللي هو الدروميكس، ويبدأ العنب في التخريج في شهر ثلاثة، ويتم عليه بعض العمليات الزراعية المختلفة حتى الحصاد. الحصاد إن شاء الله بيبدأ من 15/7. بتعمل ايه؟ تمام هيكبر؟ كبر حطه مليون. لابد يجيبها كاسح كده من المزرعه. منطقتنا هنا بتشتهر بزراعة العنب البناتي، وبيتميز العنب عندنا هنا في الرويسات عن غيره من العنب، يعني ان هو بيبقى تلوينه عالي ونسبة السكريات فيه عالية جدا. يقول لك ده شغال في الفاخر وبيكسب كتير. في ناس بتعمل تكعيب، بس هنا النظام بتاعنا بيبقى خطوط على سلك، واللي بالك في الشركات الكبيره هي بتعمله، بس هنا زي ما تقول هنا القريه كلها فلاحين بسيطه يعني. تصنيع الزبيب مراحله كالتالي، ان هو بنجيبه من الارض، بعد كده بيجي عندنا بيخش على مرحله نظافه غسيل، بعدها على طول بيخش على حاجه اسمها الغلايه، اللي هو ميه سخنه درجه حرارتها لازم تعدي 100 درجه، بيطلع منها ينزل ميه ساقعه لازم تكون درجه يعني درجه بروده عاليه، وبعدين بعد كده بنخش على التلاجة. التلاجة دي عباره عن اللي احنا بنكون مكان محكم مغلق كويس جدا، بنضيف ليه كبريت بيتحرق جوه، الكبريت ده بيعمل طبقة حامية عشان تعزل درجة حرارة الشمس عن الحباية لما بنعرضها للتنشير، عشان خاطر ما تديناش لون غامق. بعد كده بيطلع الزبيب من التلاجة تاني يوم بيخش على المنشر، المنشر ده بيبقى عبارة عن اللي احنا بنفرده على مشمعات. التنشير بياخد على حسب حجم حباية العنب وعلى حسب درجة الحرارة. عندنا مشكلة مهمة جدا بتقابلنا في التسويق، هي استيراد الزبيب بكميات كبيرة جدا من بره، واحنا عندنا كمية انتاج زبيب كبيرة جدا في مصر، وبنطلع جودة محترمة جدا ممكن تكون قابلة للتصدير كمان. ده طبعا بيأدي بينا اللي احنا السنة اللي فاتت الموسم اللي فات لما اشتغلنا بنشتغل بجودة، اللي احنا بنجيب العنب زي العنب اللي بينزل للأسواق بالظبط اللي هو بتقدم على السفرة، وبنشتغل بيه في الزبيب، فالتكلفة بتاعت كيلو الزبيب عندنا كانت بتوصل ل 36 و 37 جنيه، ده راجع لأن كيلو الزبيب مش بيطلع من كيلو عنب، كيلو الزبيب بيطلع من 5 ل 6 كيلو عنب. التكلفة طبعا كانت بتوصل ل 36 جنيه، والأسواق السنة اللي فاتت كان في سوق الجملة الزبيب ما بين 22 ل 25 جنيه الدرجة الأولى، فده طبعا كلفنا خسائر جامدة جدا، تقريبا تلت رأس المال. فاضطرينا السنة دي في الشغل إن الشغل يكون أقل، واللي احنا نشتغل بالفرزة الدرجة الثانية في العنب.